هو مش في حق، مش في حق الكلام في البرنامج ده، كل حد بيقول حاجه. سيادتك لما اتكلمت تلتين ساعه قعدت، يلا يا جرحي عشان الوقت. لا معلش ثانيه واحده، دي نقطه نظام عشان ما دي جمله اللي انا هقولها في الحلقه. ثانيه واحده، احصائيا الست عندها رغبه انتقاميه اكبر، قد لا تكون هناك قدره انتقاميه ان هي تقدر تنفذ الانتقام، انما لا في اهو، انما المفرمه اللي شغاله في دماغها حتى لو ما نفذتش حاجه هي عندها افكار جيده جدا للانتقام. لما تيجي تشوفي معدلات الجريمه التي ترتكب تجاه الازواج هتلاقي فيها نسب مهوله من القتل بالسم مثلا، اللي هي المراه في العالم كله بتوسخ ايديها، في المراه في العالم كله تستحوذ على 96% من جرائم القتل بالسم. يا راجل حرام عليك، حرام عليا من المخترع حاجه عليك. يا فندم ده بتدرس في الجامعه المعلومه اللي انا بقولها لحضرتك دي. ده 37% من الرجاله هم اللي بيقتلوا، و11% من الستات هم اللي بيقتلوا. لما بتقدر بمسائل، دي مسائل يعني النسبه اعلى. الواقع الواقع واللي انا هقوله وانا راضي ضميري، ان الست طبعا عندها رغبات انتقاميه وقدرات انتقاميه اكتر من الراجل، وده رايي.